السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم أخواني وأهلا وسهلا بكم مرة أخرى وفيديو جديد. واليوم احنا عندنا قضية جدا مهمة اللي هي ما هي الأوتار اللي تكون مضبوطة للعود وما هي أنواع الريش اللي تكون مضبوطة. قبل ما أبدأ أحب أنوع عن الدورات الموسيقية أونلاين اشتراك وتدريس، وتقدر تسترسل من خلال، طبعا هي 8 محاضرات بالشهر، وتقدر تسترسل عن بقية الأمور والإرسال المبلغ على طريق رقم أسفل الفيديو، هذا رقم الواتساب، وتقدر تستفسر بهذه الأمور وحاضرين. إخواني الأعزاء، قبل أنت ما تبدي أكو كثير من الأشياء طبعا نعرفها عدكم مشغولين بها من خلال الأسئلة الكثيرة بقضية أنه أنا أريد أعرف شنو الريشة الزينة وما هي الأوتار الزينة وكيف تختار الأوتار الزينة. سبق أني أيضا اختاريت أحد الفيديوهات اللي تكلمت فيه عن كيف تختار آلة العود. طبعا هي هذه الفيديوهات تكون هي مختصرة لأنه علم الموسيقى لا ينتهي، هو بحر، والمعلومات عن صناعة آلة العود تكون كثيرة. لذلك أرجع ونوع عن الدورات الموسيقية، موجود رقم واتساب، الواتساب موجود أسفل الفيديو. واليوم نتحدث عن هذا البراميت. هذا البراميت هو أوتار ممتازة وجيدة جدا. طبعا براميت مو لوت، براميت لوت يعني إذا مكتوب به هو طبعا لوت هو عود، بس كلمة لوت هي عود، لكن إذا مكتوب عليه براميت لوت بمعنى شنو؟ هذه قضية أنه هو للعود السحب، وإذا مكتوب عليه فقط براميت للعود الشرق. هاي أول معلومة عندنا، هذا أول شيء، هذا من الأوتار الجيدة جدا. بالنسبة للريش احنا عدة ريش المستخدم حاليا، اكو بعض الهدايا الموجودة اللي هي قرن مال الغزال، وهذه موجودة عندكم، هذه تكون جدا قوية، يحتاج لها عازف بعد ما يشتغلها وينعمها، وهذه تكون صعبة عليك للمبتدئين، هذه تكون سهلة عليك، تكون طرية ولينة، وايضا هذه هم قوي، هذا التركية جيدة جدا. وايضا عندنا كثير من الريش اللي هي هذه، شوفوا جيده جدا، هذه تكون قويه لان هذه خاصه طبعا من القرن مال الغزال، وهذه تكون اصليه طبعا، وهي غير موجوده في العراق لكن موجوده في دول الخليج العربي، موجوده حاليا. وأيضا مثل ما قلت لكم عن أنواع الريش، هذه أنواع الريش. ويعني هسه احنا شوف، هسه هذه الريشة اللي هي من قرن الغزل راح نطبق من خلال العزف للريش، وراح تسمعون الاختلاف اللي موجود بينها وبين هذه الريش. شوف لاحظ من عدة ريش، هذه راح تلاحظون عندنا قرن الغزال، وعندنا هذه الريشة، وعندنا هذه الريشة التركية. فسنبدي بقرن الغزال، شوف اللاحظ حاليا نعمها. فهي بعض البلاوتار يعني تمسك وتر بوتر، احنا نقول بالعراق نقول تشلب، فيحتاج الى تنعيم وتنعيم، لكن صوته صافي جدا وقوي. نذهب الى الريشة الثانية، نشوف احنا الفرق مالتها. هذه الريشة الاعتيادية موجودة، تطير هنا لكن تطير خفة بإيديك للمبتدئ، ما تصير عليه ثقيلة، لأن المبتدئ يحتاج له شغل ويحتاج له
تمارين و و و يلا. شفناها بلا هسه الآن الريشة التركية نلاحظ حاليا من عزفت الريشه التركيه شفتها انه ريشه اعتياديه يعني حتى هذه كانت اجمل منها لكن هذه قرن الغزال هذه تكون ذو صوت جميل ورائع. اني اتمنى انه استفاديتوا من هذه المعلومات البسيطه ورقم واتساب موجود أسفل الفيديو لأي اشتراك بالدورة ولا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة. تحياتي لكم ومع السلامة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.